الور الموضوع الثاني انا غادي الموضوع الثاني هو المرتبط بالعطله المدرسيه. موضوع ديال العطله المدرسيه غيكون الدخول ان شاء الله نهار الاثنين المقبل. جميع التلاميذ مقبلين ان شاء الله انهم يلتحقوا بالمدارس ديالهم. ما غاديش يكون تمديد ديال العطله، لكن هذا الموضوع هذا اولا الوزاره الان تشتغل على توفير واحد المجموعه ولا تقويه الاجراءات الاحترازيه المطبقه على مستوى المدارس، ثم التعاطي مع التطور ديال الحاله الوبائيه داخل المدارس سوف يتم بشكل محلي ماشي وطني. المسؤولين ديال المؤسسات المدرسيه مع المسؤولين ديال الوزارة ديال التربية الوطنية على المستوى الإقليمي مع المسؤولين ديال السلطات الإقليمية حسب ما ينص عليه القانون أو المرسوم بقانون الذي ينظم هذه المسألة ديال الطوارئ الصحية. لا قدر الله إلا كانت شي أمور تسجلات على مستوى بعض الأقاليم سوف يتم التدخل إقليميا ومحليا. لكن اللي مهم واللي خصو يعرفوا من خلال هذه الندوه الصحفيه جميع المواطنين بانه ان شاء الله الدراسه سوف تعود يوم الاثنين المقبل وما غاديش يكون حتى شي تمديد.